هاي ليديز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل توتوريال كده ويا رب يعجبكم. اول حاجه انا غسلت وشي بالكلنزر بتاعي اللي هو نيتروجينا اللي بستخدمه الفتره دي، وبعد كده رطبت تحت عينيا بالمرطب بتاع سيبامات، وهعمل له مساج خفيف كده لحد ما بشرتي تمتص خالص. وبعدين حطيت المرطب المناسب لبشرتي من ستارفل، وبرضه هعمله مساج خفيف كده لحد ما بشرتي تمتص كله. وبعدين رطبت شفايفي بالليب جلاس ده من بالميرز. وبعدين انا بحب ابدأ بالاي شادو الاول قبل الفيس ميك اب وكده، فحط الكونسيلر ده من لوريال، هو درجته 324، وهحط نقطة على عينيا ونقطة على عينيا التانية، وبعد كده هفرده بالفلات براش. طرف عينيا، وكمان عشان احدد بيها حقن. وبعدين ببيوتي بلندر مترطبة ومتنشفة كويس، هدمج بيه الكونسيلر عشان اتأكد ان هو مدموج كويس ومش داخل في الخطوط ولا اي حاجة. اللوك اللي هعمله النهارده بسيط جدا ومش محتاجه غير لونين بس، ورم براون وكول براون، بني محروق وبني محمر. هستخدم الباليت دي من مايت سينما. اول حاجه هستخدم اللون الفاتح ده وهثبت بيه الكونسيلر، وانا في الاول اصلا اتاكدت ان هو ما مش داخل في الخطوط، وبعد كده حطيت الاي شادو. بطبطب اللون كده علشان اثبت بيه الكونسيلر، وبعد كده بتاكد بصابعي ان هو مدموج كويس وناعم علشان الاشادو لما احطه فوقيه يبقى شكله حلو. وخدت اللون البني الفاتح ونفضت الفرشه وهطبطبه على الجسم المتحرك بالكامل، وبعد كده لما اطبطب اللون واتاكد ان هو شكله حلو والبيجمنت بتاعته مظبوطه، فضي الفرشة خالص من الايشادو وهدمج اطرافه بفرشة تكون ما فيهاش نقطة ايشادو خالص عشان يبقى مدموج كده وشكله حلو. وهركز اللون على الجفن المتحرك كله، واخف حاجه خالص موجوده على الفرشه احطه في اول العين علشان انا بحب الاول العين تبقى ما فيهاش اي شادو قوي قوي او حاجه بسيطه خالص علشان تفتح العين ويبقى العين كده متدرجه ومسحوبه لورا كده. و
وبلند بلند من هنا لبكرة علشان الاي شادو يبان شكله حلو وشكله نظيف ومرتب كده. وكمان هحط من نفس اللون البني الفاتح في اللور لاش لاين وهدمجه كده. وكمان انا وصلتهم ببعض علشان يبقوا كده عاملين سحبة للعين. وبعد كده هاخد اللون البني الغامق وهحطه في طرف العين وهركزه هناك، وبعد كده هدمجه لجوه، هدخله في الكريس وهدمجه في الكريس كده. وهبلند لحد ما اوصل للحاجة اللي انا عايزاها، هطبطب اللون وهبلنده، هطبطب اللون وادخله على الكريس واعمل له بلند. وهدمج اللونين البني مع بعض علشان يبقوا مديني تدريجة او تمويجة الوان كده، هو لون واحد لونين متقسمين، فعلشان يبان ان هو تدريجة حلو. وبعدين هحط الكحل الابيض ده من واتن وايلد جوه عينيا. وبعدين هحط الكونسيلر ده من لوريال، نقطة منه بس تحت عينيا هتبقى كفاية جدا. وكمان هنور بيه وشي، وبعد كده هثبته بلوس باودر من بلاديو، بس للأسف حتة اللوس باودر دي ما تصورتش، ما تعملهاش سيف مش عارفه ليه. وهفرده كده بصابعي عشان انا بحس ان هو بيبقى شكله احلى كده وهو مفرود كده بصابعي مش بالفرشه. وكمان هحط منه حاجه بسيطه قوي على مناخيري وعلى الابر ليبس. وبعد ما دمجته بصابعي هسيبه كده شويه صغيرين خالص 30 ثانيه ولا حاجه يثبت في مكانه، وبعد كده هدمجه ببيوتي بلندر. وبعد كده هعمل كونتور كده بسيط لمناخيري. هو مش عارفة البراند دي بصراحة بتتباع فين، هي اسمها ميوزك فلاور، كانت جاية لي هدية، فانا مش عارفة هي بتتباع فين وموجودة في مصر ولا لأ، ولا هي براند اصلا ولا كوبي ولا ايه، مش عارفة بصراحة، بس هو لونه تحفة بصراحة. هحطه بالفرشة، بعد كده هدمجه شوية بالفرشة، وبعد كده اخر حاجة هدمجه بصابعي. We'll be right back.
الستات دي ما اتصورتش للاسف. الاول حطيت الماسكارا بتاعت اسنس اللي هي اي لاف اكستريم ان بينك بس ما عجبتنيش، فحطيت ماسكارتي المفضله يعني بجد لاش بارادايس تحفه بجد، احلى تاني ماسكارا عندي بعد ما بنين الصفرة. الاثنين دول ما اقدرش استغنى عنهم ابدا ابدا ابدا، تحفه والاثنين مع بعض فظاع. وكمان حطيت بلاشر بتاع سيبال دراكتو 05، هو روز كده على بينك، انا حبيت اكسر البني شويه باللون ده. والميك اب مش هيظبط غير لما تحطي ماسكارا كده ليكي وللطرحه يعني مش رموشك بس، ليكي وللطرحه بالظبط، باندانا كده يعني، ميك اب مش هيظبط غير كده. وبحب احط بطرف الماسكارا كده على اخر رموشي علشان كده تسحبها وهيبقى شكلها حلو، والحركه دي بتسحب العين جدا. بعد كده انا كنت عايزه احط لبستيك احمر، فانا ما عنديش البراينر احمر، فالبراينر ده لونه كده نبيتي معرون حاجه كده، كنت جايباه من اخر العنقود، اسمه موناليزا وما لهوش رقم، مكتوب عليه موناليزا بس. هو ده احدد بيه شفايفي الاول، وبعد كده احط اللبستيك بتاع ميبلين سوبر ستاي دراكتو 20 بيونير، تحفه لونه فظيع يعني بجد، احلى احمر جربته في حياتي. يعني انا جربت الاحمر بتاع تيستي روبي بتاع لوريال، خفيف جدا، البيجمنت بتاعته ضعيفه ضعيفه ضعيفه، لكن لما حطيت بتاع ميبلين على ايديا كده سواتش كده انا هجيبه، هو ده اللي انا عايزاه، هو ده الاحمر بتاعي، انا مسمياه محمر مسمياه احمر مهبوف بجد، قعدت كتير جدا ادور على الشيد دي، بصوا فظيع فظيع بجد، الفيديو ظلمه، هو الحقيقه احلى بكتير بكتير بكتير. يعني ممكن احط لكم صوره ليه وانا متصوره باللبستيك ده عشان اوريكم لونه بجد على الطبيعه، لونه تحفه بيرفكت ريد بجد. بس اللبستيك ده مشكلته حاجه واحده، هو مش بينشف، يعني انتوا لو شايفين هو ساتن كده مش بينشف قوي، فممكن تمسحه اول طبقه بكلينكس كده خفيف، ولو صبتوه باودر او روز باودر للاسف بيفرول، فدي مشكله. وبعد كده هثبت حواجبي وهسرحها بالماسكارا دي بتاعت اماندا علشان بس اشيل اللوس باودر اللي جات عليها والاي شادو بقى وكل الميك اب اللي جه عليها. وبعد كده هحط الهايلايتر ده من اوفرا، هحطه على مناخيري وارنبت مناخيري وتشيك بونز، وكمان هحطه في مدمع العين وهسحبه لفوق كده علشان ينور العين. بعد كده بالكومباكت باودر دي من فلورمار هنور بيه تحت حواجبي وتحت عينيا، وهنضف بيه الاي شادو علشان يبقى مسحوب خالص. وكمان هنضف بيه حوالين الكونتور بتاع مناخيري علشان يبقى ديفايند اكتر. كمان هحطه برضو حوالين شفايفي كده علشان ينور حوالين الروز كده ويبقى شكله كده نظيف حلو. بس عامة انا كنت ظابطه بالبلاينر والفرشة بتاعت سوبر ستاي، بصراحة الفرشة حلوة وينفع اصلا ما تستخدميش البلاينر وتحددي بالفرشة بس بتاعت الليبستيك، بس انا بحب احدد برضو. اخر حاجه احط الاوفرا فيكسنج سبراي، وبس كده يكون التوتوريال خلص. وقولوا لي رايكم في الكومنتس، عجبكم ولا ايه، وانتم ممكن تغيروا اي حاجه انتم حابينها، الالوان الروج ممكن تحطوا روج نود، ممكن تحطوا نبيسي، ممكن تحطوا موف، اي لون عجبكم، الجلاس مش لازم مات، براحتكم اللي يعجبكم. وبس كده، باي.